سيلا بورنيتسي دي بكتيريا بتعمل مرض اسمه كيو فيفر. حرف كيو ده بيرمز لكلمة كويري. كويري يا ولاد يعني شك او عدم يقين، احنا سميناها زمان حمى عدم اليقين، كانت معروفة بالاسم ده. طب ليه حمى الشك او كده؟ لان احنا البكتيريا دي ما كناش عارفينها خالص، اكتشفها عالم مرة في استراليا كان اسمه مايك بورنيت، عشان كده سميناها بورنيت، يعني هي بورنيتي مش انها بلف بورنيطة يعني، لا هو العالم كان اسمه مايك بورنيت تمام. فهو اللي اكتشفها، وكان كان تقريبا 1939 حاجه زي كده. طيب ايه بقى البكتيريا دي بتتنقل ازاي او بتعمل ايه، او ايه الموضوع انها كويري ديت؟ هي الموضوع بيحصل من التعامل مع الحيوانات. خلاص اي حد بيتعامل مع معيز ومش عارفه ايه كده، سواء اتعامل معاهم ان هو مثلا فلاح او كده، هو عنده الحاجات دي في مزرعته، او ان هو شرب لبن من بقره او كتل مصابه مش مغلي كويس او مش متبصر كويس تمام. المرض ده كان منتشر جدا 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 زمان طبعا، ان مصر كلها كانت حيوانات ومش عارف ايه وفلاحين وبتاع، ومفيش لا غالي لبن ولا اي وعي، لدرجه ان هما كانوا بيقولوا عليه ان كل طفل مصري في الريف زمان اتصاب بيه تمام. هو كان مرض يعني مش مفهوم اصلا، فكان كل الناس بقى بتتعامل معاه ومش مشخصينه اساسا. طيب ايه اعراضه؟ هي كانت عباره عن شويه اعراض مبهمه خلاص، ان اهم حاجه ان هو سخن، يعني هي الفيفر دي حتى سميناها اصلا كيو فيفر، اللي هو حمى، هو فيه حمى بس انا مش فاهمه فيه ايه. والأعراض كانت شبه الإنفلونزا شوية أو شبه الالتهاب الرئوي، حتى كانوا بيسموه زمان إنفلونزا المعيز، تخيلوا الاسم. طبعا هم عارفين ان هو مرتبط، أو خدوا بالهم ان هو مرتبط بالمعيز وأعراضه شبه الإنفلونزا، بس طبعا هو مش شبهها، يعني الإنفلونزا دي فيروس كان دي بكتيريا أصلا تمام. طيب بعد بقى ما اكتشفناه وشخصناه وكده، لان ان علاجه كفتة جدا، هو مجرد أنتيبيوتيك اسمه تيتراسايكلين، بسيط متوفر بس يعني. وطبعا انت تقيه من الاول، تقي نفسك اصلا، ولما تيجي تتعامل مع اي حيوانات تبقى متطعم، والحيوانات دي نفسها متطعمه، وتغلي اللبن او توستره والكلام ده كله تمام. نبدا بقى نشوف الكلام اللي عندنا بعد ما حكينا القصه. بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا الكوكسيلا بورنيتي دي مختلف عن الريكيتسيا. مختلف عن الريكيتسيا في ايه؟ ثلاث فروقات يا اولاد. اول حاجه ان البورنيتي ديت قادره انها تعمل سبورز. سبورز يا اولاد يعني زي حويصلات. الحويصلات دي وظيفتها انها تحافظ على البكتيريا في الظروف الصعبه تمام. الريكيتسيا ما عندهاش الحويصلات، ما عندهاش السبورز دي، وبالتالي البورنيتي ديت مور ريزيستنت للدراينس، يعني لما يكون في جفاف وظروف وحشه واللي هي مش لاقيه ميه ولا اكل ولا مش عارفه ايه، تقدر البورنيتي انها تعيش، انها تكون ريزيستنت اكتر، ليه؟ انها بتعرف تعمل سبورز، انما الريكيتسيا ما بتعملهاش تمام. طيب تاني حاجه ان الريكيتسيا كانت بتعمل فيفر مع ريش، لكن دي فيفر بس، احنا قلنا سميناها كيو فيفر، حمى الشك، حمى انا مش عارفه سببها، فهي فيفر بس خلاص. طيب تالت حاجه بقى ان هي ايه؟ لما بتجيلي من التعامل مع الحيوانات فقط، ما بتجيليش من قرصه، يعني الريكيتسيا ممكن تتنقل بقرصه الحشره، لكن انا من في الكوكتيل ما بتعديش ابدا من قرصه الحشره. وعشان تبقوا فاهمين، الحشرات ممكن تنقل الكوكتيلا بورنيتي من حيوان لحيوان لكن حيوان لانسان لا. فهمتوا يا ولاد النقطه دي؟ يبقى الريكيتسيا تتنقل بالحشرات للانسان، انما الكوكسيلا بورنيتي الحشرات تنقلها من حيوان لحيوان، لكن من حيوان لانسان لا ما تنقلهاش تمام. التاني ايه؟ التلات فروق ما بين الكوكسيلا وبين الريكيتسيا. اول حاجه الكوكسيلا دي مور ريزيستنس، اقوى، ليه؟ انها بتعرف تعمل سبورز. تاني حاجه اسمها كيو فيفر، حمى الشك، يعني فيفر بس وذاوت ريش. تالت حاجه بقى زي ما قلنا انها ما بتنقلش خالص بالبايت اوف انثروود، خلاص ممكن الانثروود دي تنقلها من حيوان لحيوان لكن انا هتعادي بس فقط بالايه؟ بالتعامل مع الحيوانات تمام. طيب كيو فيفر يا ولاد، انا لسه ما احكي لكم اهو حيوانات ومش عارفه ايه، فبسمي المصطلح ده مصطلح زونوزس. زونوزس يعني انفكشن او عدوى جايه من حيوان، عدوى جت من حيوان للانسان تمام. طيب الريزرفوار، الريزرفوار يعني مستودعات العدوى، يعني ايه؟ الحيوانات اللي اتعاملت معاها يجي لي الكوكسيلا، الكتل والشيب والكمز، اللي هو بقى الحاجات اللي اصلا عند كل الفلاحين يعني زمان يعني تمام. طيب طب مين الناس اللي دايما يعني تتعادي؟ انا مثلا واحده طالبه اهو وقت وبتاع، بروح كليتي، باجي من كليتي هشوف الحيوانات فين، صعبه تعادي. لكن في تلات اشخاص عندنا في المنهج اي زونوزس هتبقى هما التلات اشخاص دول: الفارمر الفلاح، البوتشر اللي هو الجزار، والفيت اللي هو الدكتور البيطري. الناس دول التلاته دول هم اكتر ناس بتعمل الحيوانات طول النهار، عشان كده هم اكتر ناس عرضه للاصابه بالمرض ده، وغير من الامراض اللي بتيجي من الحيوانات تمام. طيب الموضوع بيجي ازاي او ايه المود بتاعنا؟ يا اما بالانهاليشن، خلاص انا اتعاملت مع حيوانات فشميت الايروزز بتاعتها دي، سواء بقى في مش عارفه او يورين او الكلام ده كله، فدخلت على اللنج بتاعتي. لما بتدخل على اللنج يا اولاد بتروح ماسكه في الالبيولر ماكروفاج، ماكروفاج بتاعت الالفيولاي،
يا اما طريق تاني خالص ان انا شربت ميلك من بقرة انفكتد خلاص، وساعتها لما تنزل تنزل على ايه، على الليفر، تروح على الليفر تمسك في الماكروفاج او ذا ليفر اللي بنسميها كابر سيل او كفر سيل. تمام، يبقى واتيفر انا خدتها بالانهاليشن او خدتها بالانجيشن خلاص هتروح على الماكروفاج في الحته دي، يا اما في اللونج يا اما في الايه في الليفر. طب الانكيوبيشن بريود كام؟ 0.3 اسابيع كده. ماشي، طيب افهم بقى معايا حاجه قبل ما نبدا في الجدول ده، عشان الجدول ده هو اهم حاجه في شغلنا النهارده. عايزك تعرف ان انا عندي التو ستيجز في الكيو فيفر دي. انت عارفين اي بكتيريا، اي بكتيريا تدخل جسمك تعتبر ايه؟ انتيجين، وجسمك يطلع لها ايه؟ انتي بوديز. تمام، الانتيجين بتاع الكيو فيفر مختلف شويه، بيمر بمرحلتين. مرحله رقم واحد، المرحله دي الانتيجين فيها هايلي انفكشوس، يعني الشخص ده او الحيوان ده اللي عنده الانتيجين ده في المرحله دي اتس هايلي انفكشوس، معدي جدا ليه ولغيره. تمام، المرحله رقم اتنين، لا المرحله دي الانتيجين فيها ما بقاش انفكشوس خالص، يعني هو عنده الانتيجين لكن هو نوت انفكشوس. تمام، طيب ولازم تعرف ان الكيو فيفر في منها اكيوت ومنها كرونيك. اكيوت يعني واحد يجيله شويه سخونيه وبتاع ومرض احنا لسه حكينا عنه ده ويخف على طول، واحد كرونيك لا الموضوع هيطول معاه. طيب تفتكروا مين الانفكشوس، مين اللي هيبقى معدي اكتر، الاكيوت ولا الكرونيك؟ لا الكرونيك طبعا، الكرونيك ده اللي هيفضل عايش جوه الاورجانيزم فتره طويله فهيقوى بالوقت، والانتيجين هيبقى انفكشوس اكتر واكتر بالوقت. خلاص، عشان كده فيز 1 انتيجين اللي هو المرحله الاولى اللي تعتبر انفكشوس دي في الكرونيك كيو فيفر، خلاص الشخص اللي بقى له فتره طويله عيان. انما المرحله الاكيوت لا بيبقى فيها فيز 2 انتيجين، فيز 2 انتيجين اللي هو الانتيجين الايه النوت انفكشوس. تمام طيب عايزين نفهم مع بعض بقى واحده واحده كده نقارن الاكيوت بالكرونيك. كلمه اكيوت سميتها اكيوت ليه؟ عشان هي بتيجي فتره صغيره وتخف، يبقى مده المرض دي هتكون اقل من 6 شهور. انما لو المرض طول معي اكتر من 6 شهور التكتب بقت ايه؟ كرونيك. خلاص، ده اول فرق، واعتقد هو مفهوم وبسيط من الاسم. طيب تاني حاجه انا لسه حكي من شويه، الانفكشن بيجي ازاي؟ بيجي اما من انت انهاليشن للانيمال برودكتس دي، يا اما ان انت بتشرب انفكتد ميلك. يبقى المين مانيفستيشن بتاعه الاكيوت او الاعراض الاساسيه هتكون حاجه من الاثنين، يا يكون نيمونيا، عنده نيمونيا، يا اما يكون عنده هيباتايتس. يبقى واتيفر هي دخلت فين، هي تعمل انفلاميشن، دخلت في اللنج انفلاميشن اللنج اسمه نيمونيا، دخلت في الليفر هتعمل ايه؟ هيباتايتس. تمام، طيب امال بقى الكرونيك، الكرونيك ده واحد شخص كده عنده فيفر وخلاص، احنا قلنا ان هي كيو فيفر يعني فهو شخص سخن على طول. تمام، هو عنده برولونجد فيفر. كمان كون ان في اورجانيزم موجود في جسمك طول الوقت وعمال يلف في الدم وانت مش عارف تشخصه ولا عارف تعالجه، سهل ان هو يروح يضرب اي حته، فسهل جدا ان هو يروح يضرب لك الهارت ويعمل اندوكاردايتس. تمام، طبعا دي بتبقى فيتال يعني اندوكاردايتس. تمام، يبقى الاكيوت سهل قوي حسب مكان العدوى، يا اما نيمونيا يا اما هيباتايتس. انما في الكرونيك برولونجد فيفر ممكن تضرب ايه وهي ماشيه القلب. تمام، طيب امال ايه الاوكيجنال دي؟ الاوكيجنال دي يعني بكتيريا وهي ماشيه في الدم صدفت حاجه فقامت عملها انفلاميشن. هي مثلا الاكيوت دي كانت ماشيه صدفه المخ فقامت عملت فيه مينجو انكفايتس، بعدها راح على القلب مايكاردايتس، يلا بس بالمره. الكرونيك دي وهي بتتمشى كده راحت على العظم اوستيومايلايتس، خلاص راحت على الليفر هيباتايتس، يعني اللي هو ايه عملت ماشيه كده تعمل انفلاميشن في اي حته تروح. فالاوكيشنال حاجات بالصدفه، انما المين هو اللي نركز عليه قوي. تمام، اعتقد بقى واضح عندكم. طيب ايه اللي هيخليني انا لما تعدي يجيني انفكشن اكيوت وصاحبي اللي جنبي ده لما يتعدي يجيلي كرونيك؟ ايه اللي هيخلي الانفكشن عنده يطول؟ اكيد صاحبي ده مناعته ايه، مناعته ضعيفه، مناعته مضروبه جدا لدرجه ان جسمه ما قدرش ان هو يتغلب عليها. طبعا مع غياب العلاج وغياب ان احنا كنا اصلا بنكتشفها فالموضوع ايه طول معي. يبقى الفرق بيني وبينه هو ايه؟ اميونيتي. يبقى الكرونيك دايما بتبقى نقص اميونيتي. انا بقى واحده حامل، انا واحده باخد ستيرويدز، انا واحده عندي دايبيتس، واتيفر المرض او السبب بتاع نقص المناعه، المهم ان نقص المناعه دي هو السبب ان ايه طول عندي انفكشن. تمام، طيب لما اجي ازرعها بلاد كلتشر خد بالك معايا ان البكتيريا دي تعتبر اتيبيكال بكتيريا. اتيبيكال بكتيريا يعني ايه؟ يعني محتاجه عشان تتزرع محتاجه تشو زي جسم الانسان بالظبط. يعني بعد شويه اقول لك ان انا هزرعها في المعمل هجيب لها يا اما تيشو كلتشر ميديا حيويه يعني شبه جسم الانسان، يا اما ازرعها في انيمال. ما ينفعش ازرعها بلاد اجار، الطبق بتاع المعمل ده ميديا مش حيويه خلاص، فبالتالي هي سواء اكيوت او كرونيك هي نيجاتيف على بلاد اجار. تمام، طيب نيجي بقى على السيرولوجي انتي بودز، احنا لسه حكيين من شويه.
ده مرحلة الأكيوت، دي مرحلة الشخص لسه فيها مش انفكشوس قوي، مش معدي قوي. فدي الفيز رقم كام؟ دي الفيز رقم 2 في الانتي بوديز، تمام، اللي هي نوت انفكشوس. ده مرحلة كرونيك، ده شخص بقى له الانفكشن عنده طول قوي فبقى انفكشوس اكتر واكتر، ودي الفيز رقم كام؟ 1 من الانتي بوديز، تمام. الأكيوت معاها فيز 2 انتي بوديز، لما الكرونيك فيها فيز 1 انتي بوديز، تمام. اخر حاجة علاج ايه؟ قلنا العلاج في الاول انتي بيوتيك بسيط جدا، تترافايكلين، خلاص. الفكرة بس ان العلاج الأكيوت هيبقى كام يوم، انما علاج الكرونيك هيطول معاك شويه لانه طبعا ايه كرونيك يعني، تمام يا ولاد. طيب تعالى نشخص بقى، جالي عيان وانا عايزه اشخصه في المعمل، اعمل ايه؟ اول حاجه خد منه عينه. طب هاخد منه عينه منين بالظبط؟ والله لو هو عنده فيفر خد منه بلد، من الاورجانيزم ماشي في الدم. لو هو عنده نيمونيا خد منه سبيوتم. لو هو عنده هيباتايتس خد منه ليفر بايوبسي. يبقى واتيفر الانفكشن فين خد عينه، خلاص. طيب عندك طريق من الاثنين، تقعد تزرع في المعمل ومش عارفه ايه بتاع، ده طريق طويل وصعب. يا اما عندنا دلوقتي اجهزه حديثه بتشوف لي اي انفكشن على طول، يعني مثلا تسمعوا عن البي سي ار، طبعا كلنا دلوقتي اصلا اي تشخيص اي مرض سهل جدا البي سي ار، تمام. وحاجه كمان اسمها اميون فلوريسنس، اميون فلوريسنس ده برضو بيشوف الاورجانيزم سهل جدا في التيشوز، يعني هو اسمه اميون فلوريسنس، هو بينور كده، تمام. فدول تكنيكات سهله، يا اما بي سي ار يا اما اميون فلوريسنس. طب افرض انت مش متوفر عندك او البي سي ار غالي عليك او تبقى بتعمل ايه؟ لا هاتها بقى وقعد ازرعها في المعمل. طب هزرعها على ايه؟ ينفع ازرعها بلاد اجار؟ لا، احنا قلنا من شويه هي محتاجه منتي حيويه، فتزرع في تيشو كالتشر يا اما تزرع في انيمال، تمام. انما ما ينفعش تزرع في ايه؟ في بلاد اجار. يبقى التشخيص تاني بسرعه سهل قوي، اخد عينه. طب اخد عينتي منين؟ حسب المرض. طيب وبعدين يا اما تعمل بي سي ار واميون فلوريسنس وحاجات سهله، يا اما تزرع. ومزرعه هزرع على ايه؟ تيشو كالتشر او ايه او انيمال لاكليش. طيب تعالى نشوف السيرولوجي. انتوا عارفين السيرولوجي ان انا بستدل على وجود الانتي بوديز، يعني بكشف على الانتي بوديز، هل انت عندك انتي بوديز ضد الكوكتيل دي ولا مش عندك، خلاص. طيب فاخد منك عينتين، عينه النهارده وعينه تجيبها لي بعد شهر اسبوعين شهر كده، تمام. وهقيس الانتي بوديز عندك النهارده، زي مثلا طلعت عندك النهارده 5 انتي بوديز، تعالى لي بعد شهر وقيس عندك الانتي بوديز تاني، هلاقي الانتي بوديز عندك 20 انتي بودي. ايه ده؟ ده اتضاعفت 4 مرات. كل انها بتتضاعف بالصورة العالية دي 4 مرات، معنى كده ان انت عندك فعلا انفكشن، والانفكشن شغال جوه جسمك. تاني خدت منك عينتين، عينة النهاردة وعينة بعد شهر اسبوعين لشهر كده، النهاردة كانت كام؟ 5 مثلا، ده الرقم فرضي، انما بعد شهر لقيت اتضاعفت 4 مرات، خلاص. يبقى انت كده عندك ايه؟ انفكشن. طيب او ايه؟ او دور على الفيز اللي كنت لسه احكي لك عليها من شويه، يعني لو عيان جاي لك اكيوت هيبقى عنده الفيز 2 انتيجين، لو عيان جاي لك كرونيك هيبقى عنده الفيز 1 انتيجين، تمام. طيب سهله خالص. اخر حاجه بقى ازاي امنعها، ان انت بالاول تقي نفسك وانت بتتعامل مع الحيوانات وتكون مطعم نفسك خلاص واخد الفاكسين بتاعتك، وان انت بتيجي تشرب لبن تشرب لبن مغلي ومتبستر كويس، تمام. طيب لو جالي اعمل ايه؟ اعالج العيان ازاي؟ تترا سايكلين، تمام كده يا ولاد. اعتقد الامور واضحه وربنا يوفقكم ان شاء الله.